تحب الله ولا تحب أحد مع الله. كيف؟ كيف تعرف أنك تحب الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبعض الناس يدعي المحبة وكاذب، لأنه أنزل الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله. يحب الله ولا يحب أحد مع الله. طيب أين محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الملائكة الصالحين؟ تحت محبة الله، أحببناهم لأن الله أمر بحبهم. عندنا حب في الله صح وبغض في الله. مؤلف رحمه الله جاء بباب المحبة، وبعد المحبة جاء باب الخوف، لأن السائر إلى الله لابد يجمع في سير الله بين الحب والخوف. حبه. طيب يقول ابن القيم رحمه الله: قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. كل من قدم شيئا على محبة الله عذبه الله به. فرعون قدم محبة ماذا؟ قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، جعلها الله سبحانه تجري من فوقي. قارون قدم محبة المال صح؟ عذب بماله. كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. قل هذا قضاء الله. وكل من قدم خوف من شيء على خوف من الله خوفه الله به. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذا تحب الله ولا تحب أحد مع الله، تخاف من الله ولا تخاف من أحد، يخافك الناس.